النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم سادت أجواء مستقرة لا تغيير الحالة الجوية مقارنة بالأيام الماضية. درجات الحرارة استمرت أعلى من معدلات مثل هذا الوقت من العام. الطقس كان مائل للدفء خلال ساعات الظهيرة، كان مائل للحرارة في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة. خلال اليومين القادمين يتوقع أن تندفع نحو المملكة كتلة هوائية دافئة، سنستعرض تفاصيلها في هذه النشرة، لكن لا بأس قبل بداية هذه التفاصيل أن نستعرض المحاور الرئيسية التي سنتحدثها خلال هذه النشرة. ستكون حول الكتلة الهوائية الدافئة المتوقعة على المملكة خلال الساعات القادمة وخلال اليومين القادمين، وبالتالي ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. ثم يليها منخفض جوي تم تصنيفه أيضا سنستعرضه في هذه النشرة. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلو عموم المناطق من الغيوم. الأجواء كانت صافية في أغلب مناطق المملكة بسبب تمركز لمرتفع جوي في كافة طبقات الجو. نذهب الآن لخرائط توزيع درجات الحرارة في طبقات الجو المتوسطة من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء. يوم الاثنين تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، لكن يوم الثلاثاء تندفع نحو المملكة كتلة هوائية دافئة من الصحراء الكبرى الإفريقية. هذه الكتلة الهوائية الدافئة هي ناتجة عن اندفاع لمنخفض جوي فوق غرب ووسط البحر الأبيض المتوسط. هذه الكتلة الهوائية الباردة المرافقة له، هذا الاندفاع يقابل هذا الاندفاع الآخر والمعاكس له بالاتجاه، أي كتلة هوائية دافئة متوقع أن تبدأ على المملكة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء. لكن يوم الاثنين أيضا درجة الحرارة ستسجل ارتفاع قليل سيكون ملموس وأكثر في يومي الثلاثاء والأربعاء بالتزامن مع هبوب لرياح جنوبية غربية تعمل على إثارة الأتربة والغبار خاصة يوم الأربعاء في مقدمة لمنخفض جو تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية. سيبدأ تأثيرته على المملكة اعتبارا من مساء يوم الأربعاء ويجتد خلال ساعات يوم الخميس بحول الله. نتحدث الآن عن سرعة الرياح وسرعة هبات الرياح المتوقعة في عموم مناطق المملكة من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء. الرياح تبقى شرقية جنوبية شرقية يوم الاثنين والثلاثاء لا تغيير الحالة الجوية، لكن يوم الأربعاء تتحول الرياح لتصبح جنوبية غربية مع اقتراب منخفض جوي من وسط البحر الأبيض المتوسط يتحرك باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط. يعمل ولأول مرة منذ أسابيع على تغير في اتجاه الرياح لتصبح جنوبية غربية بدل الشرقية والجنوبية الشرقية التي عشناها خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية، وبالتالي سيكون هذا الانكسار الأول منذ فترة بعيدة لاتجاه الرياح. كما ذكرنا هذا الانكسار على اتجاه الرياح هو ناتج عن اقتراب لمنخفض جوي من المنطقة ومن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، يبدأ تأثيراته اعتبارا من مساء يوم الأربعاء ويشتد يوم الخميس. الحالة الجوية المتوقعة في العاصمة عمان خلال هذه الليلة توضح سيطرة الأجواء صافية باردة أيضا 8 درجات مئوية كحرارة دنيا الملموسة 7 درجات، الرطوبة منخفضة نوعا ما والرياح تبقى شرقية تزيد من الشعور بالبرودة خفيفة الشدة. نبقى في العاصمة عمان والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الاثنين طقس مستقر 17 إلى 9 درجات، يوم الثلاثاء ارتفاع لدرجات الحرارة 18 إلى 10 درجات مئوية، يوم الأربعاء طقس غائم بغيوم عالية 17 درجة مئوية، يوم الأربعاء ليلا تبدأ المملكة تتأثر بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية، وبالتالي تبدأ فرص هطول زخات الأمطار. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.